السلام عليكم الاخوان الاخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي بغينا نهضروا على يعني ونفيدوا دوك الناس اللي تيتلفوا بين انهم يخلصوا المعلم ديال البناي. كيفاش يخلصوه؟ وشنو هي البروسيدور؟ شنو هي الطريقه اللي خاصهم يتعاملوا معاه؟ وكيفاش خاصهم يمشيوا معاه حتى في الطريقه ديال الخلاص؟ وكيفاش المهم غادي نهضروا على عده امور في العلاقه بين مول الدار ومع المعلم البناي. فعندنا دابا الدار كتكون على هذا الشكل هذا، غادي نفترضوا ان الدار عندنا بهذا الشكل هذا. في هذه القضيه هذه اللي غادي نفسر لكم، هضرت لكم واحد الرسم تبياني بحال هكا. دابا عندنا الدار بحال هكا، الطبله هي هذه، رين شوسي هو هذا، بروميير ايطاج بحال هذا، دوزيام ايطاج بحال هذا، وثم عندنا السطح. بالنسبه للتقسيم ديالنا حنا في طمنصورت عندنا بحال هكا، غادي نفسر لكم تا ونعاود نزيد نقسم. بالنسبه لنا حنا في طمنصور تنخدموا في المنطقه ولا المنطقه كاع عامه، هنايا تنخدموا بالبياسه. ما معنى البياسه؟ هو انه تنقسموا الثمن اللي درنا مع البناء تنقسموه على حسب البياسه. البياسه هي مثلا عندنا هنايا في البياسه الاولى كنسميوها حنا هي الطبله، هي رقم واحد. ثم البياسه الثانيه هي الريد شوسي هو رقم جوج. رقم ثلاثة هو الدروج مع الضالة ديال هاد الضالة، هادي هي رقم ثلاثة. رقم ربعة هي البريمير ايطاج مع الفراقات. ثم تنمشيو بحال هاد القضية هادي، هانتوما كيف تتشوفوا. تتشوفوا دابا عندنا كيف قلت لكم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم ثمانية اللي هو السطح. فبطبيعة الحال تنتداو مع على البياسة. هنا عندنا ثمانية ديال البياسات بالنسبة مثلا واحد الساس اللي البلان ديالو ار بلس دو. فبطبيعة الحال عندنا الطبلة هي رقم واحد، تنتداو مع على البياسة ديال الطبلة. ثم البياسة الثانية هي الريد شوسي مع الفراقات ديالو بطبيعة الحال، دوك دوك الفراقات اللي تنديرهم بالبريك 10 والبريك ديال 15 بدون بلاكارات وبدون. غنفسر لكم علاش ما تنديروش بلاكارات وعلاش ما تنديروش دوك الطبالي ديال الكوزينه، هذوك تنحسبوا مع المرطوبه. ثم البياسه الثالثه تتكون مع هي الدروج والضاله، يعني الدروج والضاله يعني الريد شوسي فيه ثلاثه البياسات، فهمتي؟ فيه بياسه ها واحد ها جوج ها ثلاثه مع الضاله، دابا دايزه الضاله. ثم البياسه الرابعه اللي هي بريمير ايطاج مع الفراقات ديالها. ثم البياسه الخامسه اللي هما الدروج مع الدالة ديال البريمير ايطاج. ثم البياسة السادسة اللي هي دوزيام ايطاج مع الفراقات ديالهم. ثم البياسة السابعة اللي هي الدروج مع الدالة ديالهم. ثم البياسة الثامنة اللي هي السطح. فبطبيعة الحال كاين اللي تيحسب السطح تيحسبو نص بياسة، ولكن كاين اللي تيحسبو بياسة على حسب المنتوية اللي تويتي انت. إلا زيرتي معاه في المنتوية كتحسب ليه هاد السطح بياسة كاملة. إلا ما حسب تويتيش، إلا ما زيرتيش معاه، يعني تلقتي معاه خليتي ليه واحد 500 درهم زايده في البياسه ولا شي حاجه، فبطبيعه الحال هنا الى زيرتي معاه مثلا نقصتي ليه شويه في الثمن وكذا وكذا تتحسب هذا بطبيعه الحال بياسه كامله. المهم هذو هما البياسات اللي تيحسبوا كاع البنايه هنايا في طمنصورتي، باش نكونوا فاهمين على هاد القضيه هذه بالضروره. وعلاش فسرت انا هاد القضيه هذه؟ لان بزاف ديال الناس يقول لك كيفاش البياسه، ديما تيقول لك كيفاش القضيه ديال البياسه، ما فهمتهاش انا هاد البياسه هذه. هنا فين حاولت امكن انني نقسمها لكم، وغادي نعطيكم بطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي ما تيخدموش بالبياسه، تيخدموا بالكرجه. كيف تنقولوا كرجه تيضربوا معاها في الدار كامله، غادي نفسر لكم علاش اشنو هي الطريقه اللي خاصكم تقسموا مع البناي، لان البناي كيكون مشكل كبير فاش تدوز ليه الفلوس، فاش تدوز عنده الفلوس مشكل كبير. ان مثلا تتوام على واحد الثمن. المهم نكملوا بعد هذه القضيه هذه. فهادو هما البياسات اللي عندنا هنايا، هاد البياسات تيتسموا بياسات ديال البناء. هنا هادشي كله غير بريك، بريك او رياجور بالنسبه للناس اللي تيخدموا بالرياجور، يعني هذا في البني. ام في من بعد عاوتاني فاش تتبغيو ديروا المرطوب هنا تتختلف القضيه، تتولي الريد شوسي كله بياسه، ثم البريمير ايطاج كله بياسه، ثم الدوزيام ايطاج كله بياسه، ثم السطح كله بياسه. هادشي في المرطوب. والمرطوب اش يكون فيه؟ تيكونوا فيه تتركب فيه الكوادر سواء ديال الشراجم سواء ديال البيبان، وبطبيعه الحال كتركب فيه تتبني فيه البلاكارات اللي هما بالبريك ديال 10، وكتبني تبني ليه حتى دوك البوتاجيرات ديال الكوزينات. يعني هنا تختلف القضيه ديال تولي هذه هي البياسه. والبياسه فاش تو مع مثلا تويتي مع على 5000 درهم ولا 6000 درهم، راه حتى في المرطوب تتولي البياسه ب 6000 درهم، يعني تتولي هذه بياسه ب 6000 درهم، وبروميير ايطاج بياسه ب 6000 درهم، والدوزيام ايطاج بياسه ب 6000 درهم، وثم السطح كامل كاين اللي تيحسبوا بياسه ثانيه، كاين اللي تيحسبوا نص بياسه على حسب كل واحد.
غير هي واحد القضيه اللي خاصني نقول لكم، هما الدروج. الدروج كاين اللي تيحسب لك هادو بياسه وهادو بياسه وهادو بياسه، والدروج كلهم تيحسبهم بياسه، تيهبط لك مع الدروج كاملين بياسه. ولكن لا، ما خاصكش، خاصك دير مع انت بين الضاله والضاله بياسه، بمعنى الريد شوسي مع الدروج ديالهم، تا هو مع هاد القضيه هادي، باش ما يقول بك، يقول لك لا الدار بياسه والدروج كلهم يهبط لك معاهم بياسه، ويحسب لك ثاني السطح مثلا كامل بياسه. كاين اللي تيدير واحد القضيه اخرى، اللي مثلا تيزير معاه شويه في الثمن، تينقص لي واحد 200 درهم ولا 300 ولا 500 درهم في البياسه، وتيحسب هذه بياسه وهذه بياسه وهذه بياسه، ثم السطح مع الدروج هابطين من الفوق حتى لتحت بياسه. وهذه انت تكون زيرتي معاه شويه في الثمن، تكون نقص لك شويه وكذا، باش نكونوا فاهمين على هذه القضيه دي ديال البياسه. دابا تنتمنى عاوتاني واحد القضيه اخرى، هو انه الفرصاده بياسه. الفرصه هذا مثلا القدام بياسه، اش فيها؟ فيها المرطوب بطبيعه الحال بالفينيسيون ديالو، وفيها حتى الركوب ديال الدرابز ديال الكرياج ديال سميتو ديال الشراجم، وفيها حتى دوك الشابويات، الشابو اللي كدير الشراجم، دوك الشابو اللي كيدار الشراجم حتى هو تيدخل في هذه القضيه ديال المرطوب ديال الفرصاده. دابا ندوزو للناس اللي تيدوزو كرجه، فاش يدوز مع الانسان كرجه، فبطبيعه الحال غادي نديرو مع واحد الانسان. اولا اول حاجه خصك دير معاه هي انك خاصك تقسم ليه الثمن. غادي نديرو مثلا واحد الانسان قال لك غادي ندوز معاك، ندير معاك مثلا غادي نديرو مثلا واحد 30 30 30 يا نديرو مثلا دير معاك واحد 60,000 درهم، 60,000 درهم دير معاك باش يبني لك الدار كامله بالمرطوب ديالها بكلشي ديالها. هاد 60,000 درهم خاصك تقسمها ليه. كيفاش غادي تقسمها ليه؟ اولا خاصك دير هاد القضيه هادي. اول حاجه خاصك مثلا، انا عطيتكم مثال، مثلا دار معاك البني بحال هكا، خاصك دير مع هاد القضيه هادي، خاصك تقسم ليه بين البني والمرطوب. يعني البني خاصك تخصص ليه الثلثين، والمرطوب خاصك تخصص ليه الثلث، باش تكونوا فاهمين، باش تقسم ليه الثمنات ديال اللي دوزتي معاه في هاد القضيه هادي. هنا قسمتي ليه مثلا الثلثين عطيتيها لتبنيت، والثلث عطيتيه المرطوب. هنايا فاش قسمنا عطاتنا 40,000 درهم في البني، وعطاتنا 20,000 درهم في المرطوب. اذا اش خاصك دير معاه؟ حتى هاد 40,000 درهم خاصك تقسمها ليه. كيفاش غادي دير تقسمها ليه؟ راه اعتذر لان ما كانش تيبان الحساب. قلت لكم قسمنا ليه تبنيت بين تبنيت، ها انتم كيف شفتوا. دابا قسمنا في بالنسبه لتبنيت درنا ليه 40,000 درهم، وبالنسبه للمرطوب درنا ليه 20,000 درهم. هنا قسمنا هاد 60,000 درهم اللي درنا معاه باش يبني لينا الدار كامله، فينيس بني ومرطوب، قسمنا مثلا 60,000 درهم اللي درنا، غادي قسمناها بين تبنيت وبين المرطوب. تبنيت عطيناه الثلثين، والثلث خصصناه للمرطوب. فهاد الثلث هذا قسمناه بحال هكا، لافونس في الاول كي تيبغي يبدا ويحط الماتيريال ديالو كتعطيه واحد 5,000 درهم، كي تيفيني لك تيكمل لك، ماشي تيفيني هي، تيكمل لك تبنيت ديال الريد شوسي يعني بالدار ديالو، كتزيدو 10,000 درهم. تعاود بريمير ايتاج تعطيه 10,000 درهم، دوزيام ايتاج تعطيه 10,000 درهم، تيكمل السطح تعطيه 5,000 درهم. هنا تتكون كملتي ليه 40,000 درهم ديال تبنيت، وهذا الشيء راه خاصك تكون دوزتيه معاه في الهضره في الكلام، دوزتيه معاه وقسمتي معاه هذا الشيء، وقسمتي معاه في قهوه وخططتوا لهذا الشيء، قلتي ليه ها اللي غندير معاك، ها لا ديمارش اللي غنمشي معاك فيها، خصو يوافق معاك في عليها حتى تتفاهموا عاد يسروا في الخدمه. هذا الشيء بالنسبه للتبنيت. بالنسبه للمرطوب تيكون حساب اخر. قلت لكم بالنسبه للمرطوب تيكون تقسيم اخر على حسب عاوتاني البني والمرطوب، واش درتي معاه الفرصاده ولا لا. الا درتي معاه الفرصاده غتزيدها، ما درتيهاش معاه في هذه الحاله هنايا في 60,000 درهم ما غاديش تكون. ولكن في حاله ما درتيهاش معاه، حنا غادي نهضروا هنايا في حاله ما درتيهاش معاه، ما درتيهاش غادي تزيدها في الاخر. المهم المرطوب مثلا كنا خصنا ليه الثلث، هذا الثلث غادي نقسمه بين الريد شوسي، قول لها ودي مرطب ليا، حيت هنا ما غاديش يولي يكون لافونس. علاش؟ لانه صلاح بيتعامل معاك وعرف الخدمه ديالك، وعرف بان راك انت معقول وانت عرفتي بانه معقول، فاذا احتاج شي حاجه ماشي مشكل، ما احتاجش، راه المهم انت تيكون هو بنى لك وبدا لك في المرطوب. اش دير؟ تتمشي هذا 20,000 درهم تتقسمها، غادي تحاول تقسمها ماشي على اربعه، لان الدروج والسطح ماشي اسميتو عليه، ممكن تقسمها على اربعه، ممكن تخليها بحال هكا، ممكن حتى هذا حل. غير هو ممكن تعطي مثلا الريد شوسي مثلا واحد 4,000 درهم، ديما خصك تمشي في هذا السيستيم هذا. انا قسمتها لكم، فالريد شوسي كتعطيه 4,000 درهم، ثم البريمير ايتاج تعطيه 4,000 درهم، دوزيام ايتاج تعطيه 4,000 درهم، ثم الدروج تعطيه 4,000 درهم، تتبقى لك واحد 4,000 درهم كتعطيه عليه في الفرصاده، فاش يدوز لك الفرصاده. وبطبيعه الحال الشيء الا دوزتي مع الفرصاده بانها داخله في هذا الثمن هذا كامل اجمالي، في حاله ما كنتيش دوزتيها معاه بطبيعه الحال كتعطيه هنا 5,000 5,000 5,000 5,000 وتتكون ساليتي مع القضيه. غير هو خاصك تخدم معاه ما تعطيه الحاجه حتى يكمل، لان الا مشيتي انت عطيتيه شي حاجه قبل ما يكمل
هو تيعكز تيخدم عكزان كاع صناعيه كلهم هذه راه الله يسامح لينا والله الله يغفر لينا وصافي. الانسان فاش يشد الفلوس تيبردو فيه، تيبرد فيه الدم وتيبردو عظامه على الخدمه. هادشي علاش ما هو انسان اللي معقول واتمتو عليه راه واخا تعطيه واخا تفوت عنده واخا ما تفوتش عنده راه تيكون هو مضطر على انه يكمل لك الخدمه ديالك. المهم انا حاولت نقسم لكم هذه القضيه هذه بين البناء وبين المرطوب، بين المرطوب باش الانسان ما يوقعش المجال اللي تيوقع فيه بزاف ديال الناس، بزاف بزاف تيوقعوا في مشاكل ديال الخلاص، يا اما تتسبق ليه وتهز وتيمشي تدبر على خدمه اخرى وتدوزها ويخليك انت يا مرهون مربوط، وهو تيولي يدفع لك التليفون ولا شي حاجه بحال هكا. لهذا تنتمنى على انه سيروا مع خوتكم بحال هكا وديروا معاه في الكونترا في حاله ما سالاش في الوقت اللي بغيتي ولا خلى لك الخدمه ومشى، تدير معاه في الكونترا بانه عندك الحق انك تجي تشوف بنايه اخر. هذه راه مهمه بزاف، تدير معاه في الكونترا اللي دار معاك مثلا باش يبني، تقول له ودي راه في حاله ما تغيبتي واحد المده معينه راه عندي الحق انني نشوف سميتو عليه. وراه في راسك والله الا كاينين الناس اللي شافوا عون قضائي بينهم وبين البنائي، والله الا شافوا راه المشاكل ديال هادشي ديال التبني. دابا هو تيكون مثلا دوز معاك الخدمه ب 60000 درهم، تيمشي هو تيدبط تيلقى خدمه اخرى مثلا تيدوزها مع واحد اخر ب 65000 درهم وتيخلي لك انت الخدمه وتيمشي يدوز لهذاك الخدمه ديالو تيخليك انت تتسنى. ولكن الا كان عندك بينك وبين واحد الكونترا اللي هي فيها لي كروز مزيانين وكذا ومتقونين تيخاف ما يقدرش يخلي لك الخدمه. او ممكن مثلا تجيب بناء على بناء ما يصور منك حتى شي حاجه، كاين الناس يحتاجون العون القضائي لهذه الدرجه هذه. تنتمنى انني نكون يعني شفيت الغليل ديالكم وفسرت لكم هذه الامور. هذا شكرا على حسن المتابعه والسلام عليكم في